متى يبدا الحول للمبلغ قبضته من جمعيه ما زلت؟ يبدا الحول منذ ان بلغت المبالغ التي انت دفعتها بالفعل النصاب. نعم لا افهم كلام. هو الان الجمعيه 10,000 في الشهر مثلا، دفع 7 أقساط 70,000، اصبح هذا نصاب. بعد سنة من دفع 70,000 بعد سنة يبدأ في الزكاة والله أعلم. كيف تكون